وللحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات في العراق ووعود الكاظمي بكبح جماحها في ظل تصريحات قيس الخزعلي الأخيرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد فايز الشاووش. مرحبا بك معنا. أهلا بكم. كما تلاحظون، لا تزال الميليشيات في العراق تتحدى بنفوذها الداخل العراقي وكذلك الجوار ومصالح الدول حسب معهد واشنطن، فإن الميليشيات تدفع بجماعات مجهولة تتبنى عملياتها وهي تكون خلف هذه الجماعات بطبيعة الحال. برأيكم ما الهدف من هذه المراوغات؟ يعني بكل تأكيد العراق من 2003 هو تحت السيطرة والهيمنة للميليشيات المركزية في إيران، وبدفع وبتمويل إيران واضح، وبالتالي أي حكومة تأتي إن كانت حكومة الكاظمي أو الحكومات التي سبقتها هي لا توجد أي قرار أو أي سلطة على القرار في العراق في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بل إنما الهيمنة هي الميليشيات على جميع مفاصل الدولة العراقية، وبالتالي أي حكومة تأتي إن كان الكاظمي أو حتى في المستقبل ليس لديها السيطرة على الوضع الداخلي في العراق، ومما يتبعها السيطرة حتى بالعلاقات الخارجية إن كانت مع العرب أو كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا يثبت من خلال تجربة خدمها منذ عام 2005 العام، كلما تأتي حكومة تقول نحن نسيطر، وبالتالي نرى الميليشيات تسرح وتبرح. وقبل عدة أيام ظهرت فصائل تشهر السلاح وتهدد الكاظمي شخصيا باعتبار رئيس حكومة، وهذا يؤكد بأن الكاظمي ليس لديه السيطرة وليس لديه القرار في العراق، بل إنما القرار للميليشيات وقادة الميليشيات. نعم. وإيران التي انتشرت أذرعها ليس في العراق فحسب، لعل ما يؤكد ذلك هو تصريح قيس الخزعلي الذي قال فيه بأن عمليات ما سماها بالمقاومة ستزداد. ألا يعد ذلك كشفا لمراوغات الميليشيات؟ تصريح قيس الخزعلي وتصريح هذا العامري وتهديد نور المالكي قبل يومين بحجة ذريعة إذا كانت قد تحصل تزويد الانتخابات سيضطر سيملك العراق ينهار الوضع في العراق، هذه كل مقدمات للمرحلة القادمة قد تسوء الأوضاع في العراق أكثر من السنوات التي سبقتها. نعم. في المقابل نجد الكاظمي في أكثر من تصريح وفي أكثر من مناسبة آخرها من السعودية يعد بكبح جماح هذه الميليشيات، هل ترى الكاظمي وحكومته قادرا على ذلك؟ يعني نحن نؤكد ونؤيد إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي أو إلى حاضنته العربية، ولكن الكاظمي ليس لديه القدرة حتى في إعادة العراق إلى حضنه العربي أو لفتح علاقات مع المملكة العربية السعودية أو مع الدول العربية الأخرى، لأن قلناها وسنؤكد بأن المرحلة القادمة الميليشيات ستخلخل الوضع في العراق وسينقلب العراق على الكاظمي وغير الكاظمي، لأنه معروف الوضع في حال قادة الميليشيات والوضع في العراق ليس مرهون بالكاظمي. نعم. وحكومة الكاظمي والأحزاب السياسية الموجودة بالكاظمي، بل إنما بإيران وأذرع إيران، وبالتالي هذا الوضع لن يهدأ ولن يستقر العراق ودول المنطقة إلا بتضافر الجهود من الدول العربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأن يعملوا جميعا ويقروا جميعا ويعترفوا. نعم. بأن الوضع في العراق والمنطقة وهناك أزمة إيرانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الميليشيات أسوة. نعم. بتنظيم داعش باعتبارها منظمات يعني من على رأس هذا المجتمع الدولي، على رأس هذا المجتمع الدولي سيد فايز، هو ما ذكرته صحيفة ميليتري تايمز الأمريكية في تقريرها الذي قالت فيه بأن إدارة بايدن تنظر إلى التهديدات، تهديدات الميليشيات في العراق كتحدي كبير،
السؤال هو كيف تتعامل أو كيف نتوقع أن يكون الرد الأمريكي على انتهاكات الميليشيات؟ يعني أنا في رأيي وفي رأي المجلس وفي رأي كل العقلاء في العراق وفي العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا فرق بينها وبين إيران، عندما تنظر لمصالحها وعندما تستدعي مصالحها تقاسم المصالح بينها وبين إيران، يعني مثل ما يقول المثل العربي دائما دخل الشر. بل نعم. أمريكا تتحمل حقيقة المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وعلى المجتمع الدولي وعلى الحكومة العراقية وعلى العرب أن يحملون الأمريكان مسؤولية ما يجري في العراق جراء سياستها وجراء احتلالها وترك العراق ضيعة إلى إيران، مما أصبح قادة إيران جميعهم أو أكثرهم يصرحون تارة بالإمبراطورية التاركية وتارة تنظر الحدود وتارة بأنه سيكون نظام جمهوري شبيه بالنظام الجمهوري الإسلامي في العراق، وهذا ما تؤكد الأحداث خلال هذه الـ 17 عام بأن العراق أصبح جزء من إيران وضيعة أو إقليم تابع لإيران في ظل سياسات الأحزاب المضاولة إيرانيا ومدفوعة الثمن إيرانيا وفي ظل سكوت العرب. نعم. وسكوت شكرا لك وتجاهلهم لقضية الشيخ فايز الشاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس. أنا شخصيا قبل عام 2015 كنت سنبشر العرب بأن التمدد الإيراني نعم. وصلت الفكرة الشيخ فايز الشاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك.